مشاهدينا اهلا وسهلا بكم في هذه الحلقه من هنا بيروت. ضيفي في الاستوديو الصحافي جاد غصون. اهلا وسهلا فيك جاد. هلا كيفك؟ الحمد لله. في مواضيع كثير بدنا نحكيها انا وياك. قبل ما نفوت في جلسه نقاش حضرتها اليوم في المجلس النيابي بدعوه مني برئيس المجلس الياس ابو صعب لمناقشه يعني الصيغه المنتظره منذ 3 سنوات للكابيتال كنترول. رح نفوت فيها بالتفاصيل وشو دار بالجلسه اليوم ومين كان حاضر هذه الجلسه. بس قبل ما نفوت بهذا النقاش بدي اسالك عن مشكله بعدها مستمره لحديت هلا متعلقه بكيفيه تعامل وزاره الداخليه مع طلب تقدمته فيه فيما يتعلق بالطعن، وبعد القصه ما خلصت لحديت هلا. فشو صار بتعاون وزاره الداخليه مع طلب يفترض يكون قانوني ويتم التعاون معه بشكل مباشر؟ هذه الحلو فيها هذه القصة أنه هذه خبرية التكنوقراطية مفيدة كتير. يعني واحد أنه نسي أنه هذا وزارة الداخلية، فهي وزارة يعني فيك تجيب عليها أمني، فيك تجيب عليها سياسي. سيئة بالمرة إجا قاضي، يعني هو يعني شانس يعني إجا قاضي وشغلته، مفروض هاي شغلته. هلأ خلصت الانتخابات، طلبنا نحن بعد الانتخابات لأن ما كان عندنا مكانة بكل الضياع وكل هذا، تنقدر غير المعطيات اللي عندنا إياها اللي هي برأينا كافية بموضوع الطعن، بس في كثير قصص بعد ما عندنا معطياتها، علما أنه هي معلومات منشورة مش أنه شيء سري، مثل المحاضر اللي بتنكتب بعد الفرز الأقلام بتضيع كل ضيعة. الفرز الأولي. الفرز الأولي. ونشوف الأوراق الملغات. طلبنا من وزارة الداخلية طبعا كبولنا ما يسخن، يعني انه لا مش عنا مش عنا مش ما فيكم تحكونا بالموضوع. قدمنا بدعوة عن مجلس الشورى الدولي بقصة هذه حق الوصول للمعلومات، وعم نطلب معلومات مش سرية ونحن معنيين. مجلس الشورى الدولي بيطلع قرار بإلزام وزارة الداخلية تسلمنا المعلومات. العظيم لو طلع القرار مأخر، لأنه طلع القرار 3 أيام من مهلة تقديم الطعن، فترجع تاخذ المعلومات بعد ما اخذناهم على التلع على الحال، تاخذ المعلومات وترجعهم كلهم، بس قلنا بنقدم الطعن بالمعلومات اللي هو فيه، واذا تبين من المعطيات ارفاقه بالطعن بنشوف كيف بنوصلها بنرجع. بتقوم وزاره الداخليه اول جواب كان انه مجلس الشورى الدولي منه الجهه المعنيه انه هي تلزمنا. مين الجهه اللي اعتبرها؟ ما بعرف. مش بيضحك يعني مجلس الشورى الدولي اللي هو معنى بالبت يعني بالقضايا الاداريه القضائيه. ليش رد مجلس الشورى الدولي؟ لا نحن الجهه المعنيه وعم نلزمكم. اول جواب لوزاره الداخليه مش انه هي يعني المعطيات اللي عم نطلبها هول المحاضر والاوراق مش عندها ومش هي مكلفه، المشكله بالجهه اللي عم تفرض. وقت اجى بلا انا الجهه المعنيه وبتسلمون. جوابها الثاني كان انه هو ما مش عندنا، كنت تاخذون من ما بعرف اذا قصدهم مصرف لبنان، وهي عندهم مصرف لبنان جهه بتودع فيها هو تماما المكان الجغرافي، لا صح. مش ما عندهم، بس ما وزاره الداخليه بالقانون مثلا بكره وقت يخلص مهله الطعون وبتخلص فعليا الانتخابات مين بيطلب الاوراق؟ وزاره الداخليه. فهيدا قاضي ثائب، هلا قاضي بوزاره الداخليه بيتمنى عن تنفيذ قرار قضائي. يعني هذه الانتخابات شفافه ونزيهه، والاتحاد الاوروبي كان عم بيراقبها، يعني هو ولادي بس خلصوا طلعوا بتقريرهم بقى بيطلع قرار قضائي بيقول بتسلموا معطيات لجهه معنيه ومقدمين طعن. يعني وزاره الداخليه بتقرر هي تعمل اجتهادات، يعني انه لا ما برد على قضاء. شو بدك تحكي ان وزاره الداخليه اللي تحت سلطتها أجهزة أمنية تكلف بتطبيق قرارات قضائية، بتقوم هي ما بدها تنفذ قرار قضائي؟ فبعد الحديث هلا أنتم معنا هذا الوزير قوي على المثليين تماما. يعني شو بدي أحكي الواحد إنه بنقي مين أضعف فئة بالمجتمع بصير يعمل مزيادات تا يجي له شي رجل دين يعمل له هيك واحدة على ظهره إنه يعطيك ألف عافية بركي بكره، وبيخلق حملة طويلة عريضة بناء على هذا البيان. هلا قضاء بيلزمه بخبريه هو بصير هون. فأنتوا بعد الحديث هلا لا ما عم المعلومات قرر هيك خلص. شو بتعمل ما بتقوصوا وزير داخلية؟ ده ما فيكش تقوصوا. وما في جهة تاني بقدر تراجعوها لإلزامهم بعد ما الجهة يعني المتابعة القانونية عم بيقوموا فيها، مشكورين الأستاذ موسى خوري والأستاذ شرب الفريحة عم بيتابعوا، بس بتصير سوريا يعني. بس في شيء يعني هلا عم فكر بالموضوع من بعد ما اعطيت، يعني مثل كانه ليش بده حدا يعني طريقه التعامل مع انتخابات ونتائجها من بعد ما خلصت انه
خلص شو بدنا بالمرحلة التي يعني تلحق هذه الانتخابات؟ خلص طلعت النتائج، فليش مش عم يعني ما بدنا وجعة الراس كلياتها، فبالتالي بيتم التعامل بهذه الطريقة. ايه في عدة معطيات، يعني حتى انا مني من جهتي اذا واحد بيروح على الشيء الشخصي مش المسؤولية العامة، انت نزلت على انتخابات في قصص مربوطة فيها، انه انا الحماسة لواحد يفوت على هيك مجلس نواب مع توقع انه من داخله بتعمل شيء، لا مش هون القصة. هيدا حكيني قبل الانتخابات حتى معك، القصة انه هيدا موقع بيقدر واحد يخبر الناس شو عم يصير جواته اكيد، وساحة مواجهة، بس لا يرتقب من مجلس النواب تغيير جذري. هذا البلد محكوم بنظام موازين قوى، السلطة وقت تيجي لها نتيجة انتخابات مسائبة بقصتنا نحن، انه منسقط اجوب بكرادونيان ورازي الحاج سوا، اذا جبنا الحاصل فطلعت انا، لأن هو بيخسروا الحاصل، هو بيخسروا المقعد الماروني. هذه ما بدهم يعني يفوتوا فيها. وبرأيك يعني واحدة من يعني من أسباب تصرف وزارة الداخلية وهذا الوزير تحديدا، يعني أنا بتذكر خلال متابعة الفرز يعني بفترة من الفترات وقتها كان في صندوق إشكالي كتير مهم، كان في حتى الخبرية أو اقتراح القاضي نفسه منصور القاعي أنه أنا ما بتعاطى بهذا الصندوق، حولوه على وزارة الداخلية وخليها هي تقرر. يعني لا، رجع بالآخر، تركوا للآخر، مش نحن واحد مندوب سأله للقاضي انه بس كنت صرنا مرتين ثلاثة قاعدين في الزبس، مندوب لحزب الكتائب، ايه انه قر احسمه. شو بيقول له؟ بيقول له انه هيدا الصندوق بيطلع نايب وبيخسر نايب، انا تركه للاخر، على اساس القاضي هو شغلته يشوف مين بيطلع ربحان مش يطبق قانون. على كل حال هذا الموضوع يعني، بس انه منيح للتذكير انه من قام بهذه الممارسة هو وزير داخلية مساق بانه قاضي يفترض يكون يعني هذه شربة مي بالنسبة له هذه الاجراءات بكيفية التعاطي معه، ولحديت هلا عم يتم التعاطي بهذه المسألة. هلا بالنقاشات اليوم عصيرة القضاة، يعني كان في اقتراح ما بهذا قانون كابيتال كنترول، في لجنة عاملينها هي بتشيل وبتحط كل شيء يعني، ففي مشكلة مين بده يكون فيها لهذه اللجنة، لانه هذه بتصير فعليا يعني هي الحاكمة الفعلية لموضوع الدولارات ما تبقى منها وكيف بيتم صرفها. بقى كان في احد الاقتراحات عم يجي يقول انه خلينا نعمل لجنة من قضاة. هذا الاقتراح رئيس الحكومة نجيب مئاتي، فاللي مين هي اللجنة اللي بتمتلك الصلاحية بتحديد مين بيتصرف بهذه الدولارات؟ سقف الصحوبات وكيف بيتغير، وين الاستثناءات ومين بحق له؟ قضاة وخبراء اقتصاديين. هلا قصة القضاة دغري ضربت على راسي انه دخيلكم مش القضاة، لأنه إذا بدك تروح على القضاة بدك تروح على الرؤوس العليا بالقضاة طبعا، لأنه احتراما إن هول يابا هيدا. طيب ما هو القضاة تحديدا اللي ولا دعوة هون بالبلد، على بنك منع واحد يحول مصرياته، ما في إنهم كابيتال كنترول قاعدة، يعني لا بدها وقت ولا بدها مباحثات كذا، هذا دغري مجبور تسلمه مصرياته، بتسائب ولا واحدة بترباح، مدري واحدة بأول الأزمة، واحدة أما اثنين قدروا يزمطوا قرشين، من وقتها كله وقف. ليش؟ لانه هو مش القضاة المستوى، وشهدنا يعني القضاة اللي اخذوا الفئة الاولى بيمشوا، المشكلة بيجي واحد فوقه بيعرق له. بقى على نفس الشكل هو القضاة اللي بيعملوا وزراء هيدا بعد فلتر زيادة، يعني غير انه انت توصل لمركز عالي بالقضاء على الارجح، ما بدنا نعمم على الكل، قطع له عن شي واحد تيعمل وزير، يعني صرنا تحت الارض. بما انك فتحت هذا الموضوع، اليوم انت كنت مشارك بجلسة نقاش حول هذا القانون المنتظر مثل ما قلنا، اللي يفترض كان يقر باول لحظة حتى ما قبل حصول الانهيار، وقلنا 3 سنين بنستنزف احتياط وبنهرب دولارات، نعرف الخبرية كلياتها. فهناك من يعيد يعني يريد إعادة طرح هذا القانون على طاولة النقاش، مع أنه ما بعرف شو ممكن بعد يتناقش بشيء أساسي هالقد، بس كنت مشارك بالجلسة اليوم بالإضافة إلى عدد من يعني الاقتصاديين ونواب بدعوة من نائب رئيس المجلس الياس أبو صعب. أول شيء، مين كان يعني، هل ممكن نقول أنه الحلقة اللي كانت موجودة للنقاش فيها توازن يعني بالآراء وحتى بالتوجهات؟ بنعرف في عندك فئة أساسا بعدها حديثها لا بتقول مش مضطرين نعمل كابيتال كنترول، واللي موافق على الكابيتال كنترول في وجهات نظر متعددة ومقاربات مختلفة لشكل هيدا القانون. الحلقة اليوم حلقة النقاش كان فيها توازن إلى حد ما؟ إلى حد ما يعني. هلأ يعني أنا واحد بقيم هيدا الشيء بنهايته، انه هلا صار شيء اول اليوم، اللي صار هو انه بيتصل فيه نائب رئيس المجلس الياس ابو صعب وبيقول انه بدنا نجرب هيك اليه عمل جديده، خصوصا بالقضايا الماليه والاقتصاديه، نعمل مثل تشاور عليها.
مع ناس متابعين أخصائيين بيشتغلوا على القضايا بتابعوها ومن توجهات مختلفة على أساس نعمل تصور، وهذا بده يرجع لمجلس النواب انه بيقرروا بالدنيا. فرحنا يعني من المدعوين، بيقدر الواحد يسمي شخصيات كثيرة، مش كثيرة يعني، محدود الأسامي، بس عم نحكي مثلا زياد بارود، كريم ظاهر، نسيب غبريل، الأسامي معي يعني، بس انه في من المصرفيين في 4-5 أسامي، نقول الشماس هيئات اقتصادية، فادي عبود، سابين الكيك، علي نور الدين، في شخصيات يعني من توجهات مختلفة. هيدا الشيء بحد ذاته أوكي من معاطل. السؤال هو بالخلاصة شو المطلوب؟ هل في قدرة للتأثير والمراجعة؟ قبل القدرة فينا نحكي عن الرغبة إذا موجودة أساسا. بمجرد ما تصير الدعوة واحد عم بيقول في ادعاء لرغبة ما، هلا الرغبة عن مين؟ هل هي عن شخص نائب رئيس المجلس؟ الحذر من وين؟ في يكون في رغبة وإن شاء الله واحد يوصل لمحل جيد. الحذر وين؟ الحذر إنه هون بالبلد عادة هالنوع من اللقاءات فيها تكون، مش هقول هاي رح تكون هيك، بس فيها تكون إنه قعدنا معهم واستشرنا وتنروح نقره تنخفف صدمات إنه هذا صار بناء على يعني احتواء. بتأمل ما تكون هيدي هي النية. واليوم النقاش كان جيد، اختلافات شاسعة حتى بالاتصال مع نائب رئيس المجلس قلت له رأيي الشخصي انا انه هالنوع من الجلسات اوكي واحد بيعمل جهده لله يعني، بس انا ما بحسه بتوصل لمحل مفيد، لسبب انه هالنوع من القضايا اللي اسمها كابيتال كنترول ما لها قصص تقنيه وتجيب ناس متابعه اما خبراء، هالكلمه هيدي، لانه هذا خيار سياسي تمام. كيف بينعمل، على اي اساس تنوصل لاي غايه؟ اذا المنطلقات بعيده عن بعضها هالقد بصير الحديث مثل عم يحكي لغتين مختلفتين للتعبير عن مصالح مختلفه، مين اللي بيحسم فيها؟ فما في انه حل بيجي عبر هيك نوع نقاشات، في استطلاع آراء مختلفة. وأنا اللي خلاني أنه يكون واحد بيشارك بهيك شغلة ليشوف هل مفيد الآراء الثانية المعارضة للجو المصرفي اللي هو حاكم أغلب مجلس النواب الأغلب الأعام منه، مفيدة ولا مش مفيدة. بالانطباع الأول من خلال ولا ما وصلتوا بالنقاش بالجلسة الأولى على الأقل للدخول بصلب الـ لا ما وصلنا، كان النقاش اليوم بلش، رح يكون في جلسة تانية لنفوت بند بند. هلا المفروض كنا محضرين تعليقاتنا على أساس تتناقش بند بند، بس نعمل شيء بالأول إنه واحد دورة هيك رأي كل طرف بفكرة الكابيتال كنترول وهيك تعليق مقدمة على هيدا الشيء بالتحديد. وبتصور من هالحديث اليوم بتبين الاختلافات الجذرية اللي هي كل ما فتت بتفاصيلها بده يزيد الشرخ أو ربما حتى يعني التعقيد اللي بيطول من مهلة النقاش حوله لهذا القانون، يمكن بمطرح معين تكون هيدي الغاية. ماني أكيد، أنا اعتقادي في طحشة هلأ لإقراره، مش تطويل فيه، بس إقراره هيك بالصيغة الموجودة اللي هي يعني يعني أنا رح أقدر أحكي أكتر شيء عن مداخلتي إلي، ما رح أحكي عن مداخلت بقى ولا بكل واحد عم يستغيبون يعني، بس بقدر واحد يعطي انطباع عام. مع أنه هذا يفترض يكون يعني تماما، بس هذا بيعنينا جميعا مش بيعني فئات معي. أنا رح خبر شو صار بالجلسة بس ما رح سمي مين حكي شو يعني، لأنه هذا بينوجد بيدافع عن حاله بجيب بركي أنا دوهم. يمكن أنا من خلال يعني التعليقات بدون ما تذكر الاسم رح أحذر مين. اللي أنا كنت عم أقوله إنه هيدا مشروع قانون معجل، القانون الشيء اللي بيحط له إطاره العام قبل ما نفوت بالمواد هو المادة الأولى اللي اسمها الهدف. شو الهدف من هالقانون؟ هيدا مهم كتير. وتاني شغلة هني حاطينه بآخر القانون، إذا لازم نحط بالأول مفروض الأسباب الموجبة طب. ليش عم نعمل هالقانون؟ فانطلاقي كان إنه هيدا في مشكل أول شيء بالهدف، لأنه شو بيقول الهدف؟ سطرين رح نقراهم. يهدف هذا القانون إلى وضع ضوابط على عمليات التحويل إلى العملات الأجنبية أوكي بشكل شفاف. ليش؟ لمنع المزيد من تهريب رؤوس الأموال، تدهور سعر الصرف، حماية للمودعين
من خلال الحفاظ بقدر الامكان على الاصول بالعملات الاجنبيه في قطاع المصرف. شو المشكله بهذا الشيء؟ اولا الكابيتال كنترول، اول مشكله هيك بس، هي منع مزيد من تهريب رؤوس. هذا بالسطر الاول في اعتراف بجريمه حصلت، غير الاعتراف، ما هو بالقانون، اذا عم نحكي قانون هلا، ما فيش مزيد من تهريب رؤوس الاموال بالقانون، لان ما كان في كابيتال كنترول، في حجز ودائع ناس منعت من تحويل مصرياتها. تمام. بس انه بيجي القانون بيقول انه بدنا نوقف مزيد من تهريب رؤوس الاموال، يعني القانون عم بيعترف بالكابيتال كنترول الدفاكتو انفرض على العالم اللي هو مخالف للقانون اللي عم بيتقاضوا فيه مصارف. وحتى التعبير اللي مذكور، بس يعني سوري على التقطيع، بس التعبير المذكور كمان ورد بخطة التعافي أو خطة الحكومة اللي أقرت بشكل علني ولأول مرة ربما أنه سبب الأزمة أحد أهم أسبابها هو تهريب الودائع اللي صار. ففي خطة عم تعترف بسبب أساسي لهذه الأزمة بدون ما تقلي أنا إذا رح يعني رح لاحق الأموال اللي طلعت لبرا. يعني إجت نسفة سردية كانت عم تسوق منذ بداية الأزمة لهلأ أنه الأزمة سببها هو التخلف عن الدفع. والمنيح بهذا الشيء، يعني إذا واحد بده يأخذ النوايا الحسنة أكيد مش معمول لهالغاية، أنه في حديث بالبلد خاصة عند القطاع المصرفي بيقول أنه هيدي تحويل المصريات لبرا هيدا قانوني وصحيح، ولكن بيصير تلقائيا غير قانوني وقت يتعارض مع مادة دستورية مثلا بتقول انه كل الناس سواسية امام القانون. تجي انت بتحول لواحد وبتمنع واحد بصفتك قطاع مصرفي، ايه لا بيصير هي غير قانوني وهي غير قانوني، انت مخالف للقانون، بده يجي حدا يتدخل. هل حدا يتدخل؟ كان موظف عند بنوكي ما تدخل، بس هيدا الشيء ما بيشرع العمليات السابقة، بس بالمعطى القانوني النص غريب. بس الأهم كابيتال كنترول ما شغلته حماية المودعين، والكابيتال كنترول ما شغلته الوصول المصارف القطاع المصرفي للعمليات الأجنبية. شو هو الكابيتال كنترول؟ اللي كاتب هاي النص يا عارف وكاتب هيك مشكلة، يا مش عارف مش كاتب. وهذه مشكلة أكبر. مين شغلة كابيتال كنترول هدفه ليش بينعمل؟ هو لمعالجة اختلال بنيوي بميزان المدفوعات. قديش دولارات عم تطلع؟ قديش عم يطلع دولارات عشان يفوت؟ هيدا بيوصل لمحل انه اذا بنكفي هيك هو رح يطلعوا كله المصريات، ما بقى ولا دولار، وساعتها فانا علي حط بارير سكرها لخلي الدولارات هون. فيها تكون طريقه من اثنين، اما اول نهار هذا اللي كان لازم يصير بوقت اول نهار تسكرت فيه مصارف مش من 17 تشرين، يعني بعد بشي يومين تسكروا المصارف، هون فينا نحط من 19 تشرين مثلا كرمال الرمزيات، لأن الربط الزمني منه شيء عبسي أبدا، الرمزيات شوية يعني. أوكي، كان بوقتها فيك تطلع كابيتال كنترول بنفس النهار من دون كل هيدا الشيء. تجي بتقول هيدا بيوقف عمليات التحويل المطلق، بس هذا بيكون على كم يوم، تتجي أطر تنظمه ليصير بيقدر يكون بعيد المدى. نحن بعد سنتين ونص عم نحكي، مفروض شوية فهمنا وشو عرفنا شو بدنا من الدنيا. وتاني نقطة بالحديث اللي انا عم بحكي في كمان نقطه يعني بتصاوبك بالطرق لا انه لحمايه المودعين، هذا مش لحمايه المودعين، هذا حمايه البلد، اقتصاد. انا حمايه الاقتصاد يعني حمايه المجتمع، صح. من ضمن هالمجتمع في مودعين، الكابيتال كنترول ما بيتعاطى مع المودعين، هذاك شيء ثاني. طيب هلا المشكله الثالثه اللي هي بالاسباب الموجبه. طب واحد يقرا الاسباب الموجبه، مين بدي اقول لك؟ يعني بيقول كاتبه حنا غريب، مش كله في، بس مثلا الحزب الشيوعي، ايه بس مثلا انه عانى لبنان ولا يزال من ازمه اقتصاديه وماليه نقديه حاده تكشفت ابعادها، هيدي تكشفت بعد انتفاضه الشعبيه 17 20. كمان الربط الرمزي بي في واحد يقول تكشفت ابعادها من الهندسات الماليه، ليش اختيار هيدا؟ تكشفت ابعادها وتوقف المصارف يعطوا قروض ببدايه سنه 2019، في تتكشف في كذا مره تكشف، هني كشفوها بالوقت اوكي، والتي أدت إلى وضع ضوابط على السحوبات والتحويل بشكل استثنائي وغير مسند إلى أي مسوغ قانوني. طيب إذا هاي بالأسباب الموجبة، ما فيك تجي تضحش بند بآخر القانون اللي هو هذا كله القانون، كل باقي تجليط، لأنه كل باقي القانون بيشرع اللي بنعرفه. البند اللي بيجي بيقول لك هذه المادة 12 متعلقة بالمصارف، يسري هذا القانون على جميع الإجراءات القضائية مهما كان نوعها كما والدعاوى المقدمة والتي ستقدم. يعني حتى اللي أساساً طلع فيهم أحكام قضائية هون مش هيك. أنا جات عملت مداخلة قلت
انه هيدا الشيء نحن عم نتعامل معه، لان في البعض صار يجي يقول انه هيدا ملح هلا بدنا نعمله، والوقت اهم من مضمونه. يعني اذا واحد معطيه مضمونه ماشي الحال مش مهم، ضروري هلا هيدا. طيب واحد له سنتين ونص حيصيروا ثلاث سنين بيلعب صبيع اجرائي، يعني فعليا هلا صار انه ما فينا ننطر نهار، الوقت اهم. طيب كان سؤالي انه اذا هالقد الوقت مهم، طيب اذا شلنا بس كلمتين من هالقانون كله سوا، منكمل هاي يسري هذا القانون على جميع الاجراءات القضائيه مهما كان نوعها، منشيل الدعاوى المقدمه، منترك بس على الدعاوى التي ستقدم بوجه المصارف. في حدا بده يقره هذا؟ اكيد لا. اوكي، لكن غايه هذا القانون حمايه المصارف من الدعاوى المقدمه، خصوصا انه بالفتره الاخيره هلا في ثلاث دعاوى تم ربحها بالخارج بقيمه حوالي 70 مليون دولار، تلزم المصارف بدفعها. وبتصور انا هي حولت الى حساب الشركه المحاماه التي تدير هذه الدعوه الى حين الوصول الى الحكم المبرم. بس قلت شغله بدي ارجع لها، انه انت بتعتقد بانه يعني خلافا لكيفيه التعاطي مع هذا القانون من خلال التاجيل للسماح بتهريب ما تم تهريبه من اموال، هالمره الشغل هو على انه يقطعوا. الدليل اللي ذكرته بانه في بعض من قال بالجلسه بانه الاهميه لانه نقره بعدين منناقش بالتفاصيل، سبب الحاجه لاقراره هلا الاضافه لحمايه المصارف شو ربطا ب شو رح يقولوا انه هذا مهم كثير كرمال نمشي بالاتفاق مع الصندوق، ولا شو بالضبط؟ هون في معلومات بس بدها واحد يحطها باطار التحليل، لانه بده بعد شوية مقاطعة مع معلومات أخرى لواحد يستقر عليها. بس اللي فهمناه إنه في ضغط من قبل صندوق النقد والفرنسيين إنه في بعض القضايا لازم تقرر قبل ما يخلص العهد، لأنه يمكن تفوت على فراغ وتروح القصة كذا، تنترك هذا المسار مع صندوق النقد على محل عم بيتقدم. سرية مصرفية، هونيك الخبيط الجدي، يعني كابيتال كنترول وموازنة 2022 اللي لم تقر حتى هذه اللحظة، بس خلصت السنة يعني ما عادش في زوم. هذا الحديث قد يكون خلف ضغط انه هلا حتى رئيس المجلس داعي لجلسة لبدء المناقشة بهالقصص. وحتى ضمن الحديث انحكى انه موضوع الحدود، ترسيم الحدود يصير قبل انتهاء العهد، من جزء من الملفات لازم نحطها ورانا. يعني بنوصل على فراغ عن ضيف نحن، يعني مخلصين ال ما يهم الخارج، مهمين شغلنا قدام. فبصير في هون هلا شو معمول بهيدا الفكره بهيك اقتراح انه كابيتال كنترول بالشكل بيجي بياخذ ببعض توجهات صندوق النقد اللي خاصه بالكابيتال كنترول بالشكل، حتى مش كلها بتصور هيدا بعد في اشكاليات كبيره. بس شو بيجي بيعمل؟ بينشئ لجنه فيها وزير المال، يعني في استعين محطوط النص انه بتجيب خبراء اقتصاديين يعني بفوتوا عليها، وبتصير هي هاللجنه عندها القدره انه تحط ضوابط لنفسها واليات عمل لنفسها. هذا شيء غريب عجيب، يعني مجلس نيابي هذا مثلا صلاحيات استثنائيه بالتشريع تقريبا صرنا، وهي بتحط السقوف. يعني حتى القانون حاطط رقم $1,000 فيك تسحب هلا بالعملات، حاطط بالعملات الاجنبيه اما بالليره اللبنانيه في يعطيك العشرة على 8000 في يعطيك اياها. هلا السؤال بيصير، هل البنوك بيقدروا يعطوني $1,000؟ هل هن بيقدروا؟ لا، بيرغبوا ما بيرغبوا؟ لا، حتى لو بيرغبوا هن معهم اذا دولار عم بحكي، حاطين $1,000 عندهم شيء 1,800,000 حساب، يعني بالشهر اذا برا بالشهر في 1,800,000,000 دولار كل شهر بدهم ينسحبوا. تقدروا حطها على جنب، شو رجعين دغري حاطين تحتها؟ انه هيدا الرقم فيها تغيره هاللجنه، وشو حطت لي؟ ما هو شو له نفع اذا هيدا منه ملزم بشيء؟ بقى هيدا كل القصص بنعلي الرقم هلا لما بنقطع القانون تالناس انه نحن يمرق انه $1,000 ممتازه، بكره اللجنه بتدبر حالها، بنكون قطعنا قانون بالنسبه لصندوق النقد وتركنا تفاصيله للجنه بكره بتنسفه. فبصير اذا واحد عم يقرا القانون فعليا كل شيء بنعرفه هلا عم بيصير، يعني مثلا اليوم اللي داير هالعمليات كلها من هو؟ مصرف لبنان. حتى اذا بيقر مجلس نواب قانون، واللي انا برايي يعني هو اللي قرروا القانون مش عارفين شو عم بيقروا، انه الدولار الطالبي، بتقر الدولار الطالبي بدك تعمل له شوي قديش بكلف هذا؟ بتذكر انعمل الحساب وقته وما كان يعني بفتره اقراره او النقاش ما كان المبلغ هائل. اوكي، هون في الدولار الطالبي مش منشار للقانون نفسه، منشار انه في قصه تعليم. نذكر الصحة بالخارج، إذا واحد عم يتحكم برا
هذا من الاستثناءات يعني. وعمليات الاستيراد لسلعة بتقراها بعدها واسعة، غذاء وصناعة وكذا، مين بحددهم؟ هول اللجنة اللي هي. فأنتوا وقت عم تعملوا هيك شغلة أنتوا بتعرفوا شو الحدود تبع؟ أنت إذا حكينا بالأول شغلة كابيتال كنترول تعالج اختلال بنية وميزان المدفوعات، بدي خفف استيراد، بدي خفف استيراد وبشوف شو عندي دولارات هلا هون تأحميها هالدولارات لأي غاية تكون بعرف. طيب إذا أنا ما بعرف، اللي عم يعملوا مصرف لبنان هو تحديد للاستيراد، مثلا دولار طالب ما بتنفذ لو طلع بقانون، تأخير بتأمين أموال لبعض المستوردين ليضبط كتلة عادية، عم بيقوم بهالعملية هو. كل شيء عملناه بقانون، تشريع الأمر الواقع اللي بنعرفه ومننقل لصة على لجنة مجلس الوزراء. فبتوصل للخلاصة انه هذا الشيء اذا اساسا مطبق ولو بلا قانون من خلال مهندس واحد واللي هو البنك المركزي، فبالتالي بدك توصل لخلاصة انه في شيء وحيد يراد منه بهذا القانون وهو البند رقم 12 اللي له علاقة بوقف الدعوة. بس ذكرت شغلة ربطا ب يعني ليش عم ينعمل هلا على عجل بالاضافة الى حماية المصارف، واللي هو انه هناك محاولات عديدة لي يعني تنفيذ شروط الحد الادنى من الشروط المطلوبة من الصندوق، ووحدة منها قانون الكابيتال كنترول. هلا بالاتفاق المبدأ اللي أقرته الحكومة مع صندوق النقد الدولي، شرط الكابيتال كنترول حتى بأولويات الشروط بتشوفه بآخر بند، يعني البند رقم 5، الوقت اللي بتصور البند الأول أو أحد البنود الأولية متعلقة بالسرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف الموازنة وتوحيد سعر الصرف. فإذا أنا بدي أنطلق من على سيرة الرمزيات اللي عم نحكي عنها، إنه في حدا شايف وعم بيقول لك انه انا عم بعمل هيدا الشيء لاولويات الصندوق، بس نبلش من تحت، مش انا حكما بدي اتوجس من هيدي السرعه. هذا الحديث حكيته حتى سابين الكيك داخل الاجتماع، انتوا عم تقولوا هيدا اولويه وملح واليوم قبل بكره وكذا. طب ما حتى صندوق النقد لانه صار دوفاكتو في كابيتال كنترول، والكابيتال كنترول اليوم غايته فعليا معالجه الخلل البنيوي بميزان المدفوعات، مش الاول اللي بتهولد اول اوبريشنز كانه هلا وقعت مثل ما روسيا اول ما صارت الحرب عملت كابيتال كنترول، ما بيكون بعد مفصل كابيتال كنترول، بس دغري بتحط حيط وقف قصه التحويل. طب نحن بوقتها كان لازم يكون اول نهار، اما وقد قطع سنتين ونص صار كل الهم هو الاختلال البنيوي بميزان المدفوعات. فإذا أنا ما عندي موازنة، ما بعرف سعر صرفي، ما أقررت هذه استراتيجية بعد استراتيجية، ما رئيس الحكومة عم يرجع يلف عليها ويفوتنا قصص وتعديلات صندوق بدنا نفوتنا نحكي فيهم هون، وحتى يعني تعامل بعض النواب ومواقفهم الجدد من هذا الطرح وبسقف عالي جدا. إذا هيدا كله بعد منه مطور ومقر، أنتوا علاش عم تعملوا كابيتال كنترول؟ على أي أساس هذا قصدي؟ كيف بتعرفوا انتو كيف بتكون من خلال الكابيتال كنترول تساعدوا؟ لانه كابيتال كنترول بيجي معه مشاكل، بده واحد كمان يعرفها قبل. كابيتال كنترول بلا دولة مثل هون في عمليات تهريب بدها تصير رايحة جاية، بده يكون واحد في عنده شوية اطار شامل، بصير هيدا الدوكيومان مفروض يكون مثل ورقة صندوق النقد بالاخر بحالتنا نحن. يعني السؤال مرتبط بأحد الأشخاص، وما أعرف إذا بس إنه لأنه لافت جدا إنه هذا أحد هؤلاء الأشخاص كان عنده موقف كتير واضح من الاتفاق مع الصندوق، عم بحكي عن رئيس جمعية تجار بيروت نقول الشماس، كان من بإحدى الحلقات النقاشية بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي مع نائب رئيس الحكومة، كان يعني شن هجوم على الخطة أو المقاربة بأنه الدولة لا تتحمل مسؤوليات وخسارات، وكان عنده مقاربة مختلفة. إذا انطلاق المقاربة بهذا القانون هو أنه مضطرين نعمله بالصيغة اللي معمولين فيه لأنه بحاجة لبرنامج مع الصندوق، هو كيف كان وجهة نظره تجاه هذا القانون بالوقت اللي منعرف نحن أنه هو يمثل ومع آخرين مقاربة ترفض الاتفاق اللي صار مع الصندوق بأنه في تراتبية لتوزيع الخسائر والدولة لا تتحمل المسؤولية الأولى؟ ما وصل لهون الحديث، كان الحديث أكثر عن هذا القانون بحد ذاته، وصراحة تفوق على تفاصيل كلمته ما رح فوق عليها، بس الأساس انه عدم يعني اوعى تدقوا بالفرش لانه هيدا التجاره كلها قائمه عليها، وحذر من موضوع التهريب واللي هو يعني هو منطقي. الحرص على موضوع الفرش هو بده حديث يكون شوي طويل كمان، لانه هي كلمه فرش هذا كله اختراعات
نحن عم نلف وندور نخترع شغلة تما نعترف بشغلة تانية. هو كلمة ما في شيء اسمه فريش دولار، اسمه دولار، في دولار وفي مش دولار. هلا واحد في سمي يعني كلمة دولار طلع فيها دان أزي. ليش؟ انه هي منه دولار. خلص اذا انت بيجي حدا بيقول لك هيدي الشيء اللي انت حطيته عندي دولار عم بعطيك اياه على 24900 وخبرك اخبار اخر تعطيك اياه بالليره على سعر صرف، ما سعر صرف يعني منه دولار. انت عم تعترف انه هو منه يعني في يا دولار يا مش دولار. فالحرص على الدولارات اوكي بيقدر هلا يقوم اليوم، بس ليش نحن وقت عم نحكي بكابيتال كنترول جزء من توجه عام، هذا كمان حكى انه لازم يكون في خطط وكذا. انت قديش مفكر تخلي لي هداك اللولار يعني والفريش؟ هيدا هيدا هو اللي موقف هيدا البلد كله، اللي معرقل امكانية النهوض، هو انه نحن حاطين على كتافنا 100 مليار دولار خسارة ما بدنا نحلها، ما بدنا نعالج قصة الخسارة. اذا تضل عم بحكي بلولار وفريش وكذا وكأنه انا بدي اعمل قوانين لأونن هيدا الواقع، يعني انا عم بحكي على 10 سنين ما في اقتصاد بالبلد. وفي وجهة نظر قانونية بتقوله بتصور يعني رئيس لجنة حماية المودعين كريم ظاهر وايضا معه المحامي علي زبيب كانوا عم يشددوا عليها بشكل مكرر بالاجتماعات اللي سبقت هذا الاجتماع اللي صار معكم وقتها، كان يعني بالنقاش الاول لهيدا القانون قبل الانتخابات النيابية، انه انا اللحظة اللي بعترف فيها بوجود شيء اسمه لولار مصرفي ودولار جديد انا عمليا عم شرعن او عم قونن يعني تسعير مختلف لودائع عالم موجوده بقلب المصارف وفق مقاربه بتناسبكم، يعني هذا الشيء ما لازم يمنع من الاعتراف بانه هناك خساره وقعت علينا كلنا منهم المودعين ومنهم المصارف، بس اعتماد هذا التعبير بشكل قانوني كانه عطيت سق براءه للمصارف بانه المصريات اللي عندنا بيتسعروا شيء وكل شيء جديد صار بيتسعر بناء على سعره الحقيقي. ف يعني توزيع الخسارة بطريقة ملتوية على ظهر جزء من الناس ما في مشكل، غيرت في خسارة بقى تتوزع، بس أول شيء يعترفوا أنه هيدي النية. ثانيا والأهم، أي توزيع للخسارة ليش عم تعملها أنت؟ أنت عم تعملها لتقدر ترجع تنهض بمصارف عن جد، مش كونتوارات كلها مفلسة عم تشتغل بس بتعميم بيقول لها قديش بتعطيك هيدي شو بسموها بالشهر بيعطيك مليون ومليون ليرة انه دبر حالك فيهم، يعني هذا منه شغل مصرفي، هذا لا بيقدر يعمل قروض ولا بيقدر ياخد فعليا ودائع بكل العملات بطريقة مفتوحة، الثقة فيه منهارة. فأنا إذا ما بعالج هيدي الإشكالية رح يبقى الوضع هيك. فكل قصة الخسائر بدي أعالجها بسرعة، في أعالجها على 30 سنة في ونكفوا هيك كذا سعر صرف، تجي بتاخذ مصرياتك على سعر صرف اقل، ضمن انا بعرف قديش بدي خلي يكون في ليرات بالسوق وقديش دولارات بالسوق وروح 20 سنه. اصلا اذا واحد بيحكي بالمنطق التجاري الاقتصادي الليبرالي انه هذا الحكي اللي عم ينحكى هو لمن يحرص فعلا على ضمان وجود قطاع مصرفي مش لضمان مساهمي المصارف. مساهمي المصارف في فرق بين شو يعني بنك ومين عنده مصالح انه تبقى هالنوع من البنوك. تمام، بتصور كل العالم بدها بنوك، يعني الاقتصاد نموه ما بيقدر ينمى بلا قطاع مصرفي يقرض، يقرض القروض. اذا انا يعني في واحد، انا بعطيك اكزامبل عن حالي، انا عندي بودكاست صرت عم بشتغله، هذا شغلي، هذا مدخولي، هذا البودكاست بفوت مبلغ من المصاري، هذا تقدرت اقلعه، انا جمعت مصاري لاشتريت العده الاساسيه الكاميرات والهالخبار، جمعتهم بالجيبة ما جمعتهم بالبنك. جمعتهم اوراق، يعني تجمع اوراق وانت صرت اقتصادك. طيب واحد راح اشتريهم، انا بالواقع لا في عم طلع ربح هالقد، انا قادر كبر هذا الشغل، يصير في كذا شخص عم يشتغلوا، يصير فريق، بيصير الانتاج يزيد، بيصير المشاهدة تزيد، بيصير المدخول يزيد، عم نحكي مثل كل قطاع نمو اقتصادي البلد. يعني هذا نموذج بسيط شو يعني نمو، تقدر روح على ثاني خطوه، شو بحاجه اعمل هلا؟ استثمار اضافي، اجيب اجي وحط فيها دولارات يوما ما يوصل هذا المبلغ لا قدر روح على تاني محل، بينما انا ببلد طبيعي بقدر روح اخذ كارد ماشي، يعني كارد 10000 دولار هيدي انتاجيتي هالقد بتطلع، فبالتالي انا بقدر رجع هيدا رجعهم على سنتين ثلاث وقام تدفع بالشهر لا شيء، بس انت اختصرت فتره ثلاث سنين، كبرت نموك كاقتصاد ثلاث سنين سرعته، وهذا شيء غير متاح بأي شكل. هذا شيء غير متاح، تيصير متاح بدي شيل الخساره، يفتح بنك
عامل استقرار بالمؤشرات المالية بيمشي حال البلد نسبيا، بقى في عندنا مشاكل كبيرة تنحول اقتصادنا لشيء. نو بس بهذه الجزئية بس بهالجزئية صار فينا نقلع بشيء. تماما. طيب مش رح يعني في شيء عم بيصير هلا إلى حد ما ولو بشكل مختلف وبوقائع مختلفة، باعتبار نحن قبل سنتين كنا شيء وهلأ بعد سنتين صرنا شيء، الخسارة مختلفة أو حتى صارت أكبر، طريقة التعامل اللي صارت من السنتين لهلأ عمقت الأزمة، بس في شيء صار بالخطة الأولى التي تقدمت بها حكومة حسان دياب خطة لازار، خلينا نقولها يعني خلاص مش ضروري بقى نستخدم تعبير تجميلي، تم دبحها وشهدنا شو مفاعيل هذا الذبح اللي صار اليوم. بعد كثير من المعاناة واللوفكات صار في الاتفاق المبدئي مع الصندوق، واللي تمخض عن هذا الاتفاق خطة بعناوين الرئيسية إلى حد ما ما بتختلف بأي شكل من الأشكال عن يعني أساسيات اللي بنيت عليها الخطة. ومع هذا وكله هلأ بالفترة الأخيرة بلشنا نشوف وبطرق مختلفة وملتوية محاولة البعض بما فيهم رئيس الحكومة بناء على تعديلات عم يفوتها على الخطة وعم يبشر بإدخالها على الخطة، أنه بعد الرغبة بنسف أي إمكانية اتفاق مع الصندوق موجودة لدى أطراف كثر وفي لهم عناصر جديدة عم بتفوت على هذا النسف، تعتقد أنه في بعض إمكانية لنسف هذه الخطة؟ أكيد. هلأ ما هو دغري خلص، أنت أول ما تشوف رئيس الحكومة نزل على لجنة مال وموازنة وبلش يشيل من جيب اخبار مش موجودين على الورقة اللي اقرتها الحكومة، في كومبين ركبت. الاسباب كتير بسيط، انت وقت يكون في حكومة هالحكومة مع اكترية، هي حكومة على القليلة عطينا الثقة، يعني في اكترية المجلس جايبة هالحكومة. طيب هالحكومة اذا بالاجماع جواتها اخذت قرار بها، ليش بدي انزل فاوض المجلس على شيء تاني؟ تمام، انا مع اكترية مفروض. هي معقول تصير إذا مثلا بأمريكا في نظام رئاسي ما بيقدر المجلس نيابي يشيله للرئيس، بده يقر أوباما كير مثلا بوقت بده تحالفات من المعسكرات، المجلس ما عم يقبل بيعمل تنازلات فيها ليجيب أكترية فيها. طب أنت معك أكتريتك مفروض، ها بتفرجي أنه في شيء منه راكب. فكرة إقرار استراتيجية النهوض المالي قبل بنهار من ما يفل نجيب مئاتي على تصريف الأعمال واللي هي ورقة مبعوثة لهم من صندوق النقد، هذه بدي أحكي فيها، حكيت فيها بالبودكاست تبعولها، تبين في فضيحة كبيرة لعلاء أنه حتى مش في في شغل عمل عنهم كرمال تتقطع. تماما، اللي هو اللي صار إيش حكومة نجيب مئاتي بالبداية عملوا لجنة مالية فيها نجيب مئاتي، فيها نائب الرئيس سعاد الشامي، فيها حاكم مصرف لبنان رياض سلامي، وزير المال يوسف الخليل، هول أساسيين، وزير الاقتصاد كان بفترة من الفترات فيها بس أنه هول أساسيين اللي بقيوا هن يشتغلوا عليها. طيب هيدي الورقة Recovery of the Financial Sector اسمها معبر، مش Recovery تبع البلد، تبع القطاع المالي، القطاع المالي يعني تعافي القطاع المالي. هيدي هي كونتراست ما بتشبه بشي اللي بعد ست شهور أقروها اللي اسمها استراتيجية النهوض، هاي شي وهاي شي من نفس الحكومة. سير السؤال شو صار؟ اللي صار انه هاي أول وحدة صندوق النقد عطى ملاحظات، شطب ملاحظات بتشطب، أخذ ورد أخذ ورد. اللي صار أخبرها مثل كيف وصلت لهيك بتنفهم لأنه هيك صارت معي، وعرضت الدوكيمنت فيها، عرضت الدوكيمنت. اللي صار أنه إجت وقت أقروا بعشرين أيار أقروا استراتيجية النهوض، جينا عم بقرأ هذه الاستراتيجية مثل ما طلعت بالجريدة الرسمية، يعني بلش تقرأ توصل لمحلات غريبة. مثلا بعد اقرار عم بحكي شو ما كان الموازنه بتاريخ نيسان اكس، هيك محطوط اكس وشي بالاحمر وشي بالازرق، هذا قرار حكومي مفروض الدرافت، ما كانه مسوده مش اول تقدير انه هي معربه، يعني بركي عنده شي مستشار كتبها بالانجليزي ايه مترجموها، بس ما يكون في تواريخ محطوط اكس محلها، يعني عبوها ما عبوها. بالبحث والتدقيق واتصالات وكذا بنفهم انه هيدي ايه مزبوط معربه بالانجليزي بس لنص لم تكتبه الحكومه. هيدي قبل بثلاث شهور، يعني شهرين ونص، بأدار في مراسلة بتجي للحكومة من قبل الصندوق، من قبل إرنستو راميريز ريجو بصندوق النقد لا الحكومة، بس مكتوبة بصيغة وكأن الحكومة هي عم ترسلها، بس مرسلة منهم انه بعتون لها ومتروك براف محل ليوقع عليها، محطوط رئيس الجمهورية مفروض يوقع، ما وقع يعني ما حدا ما بعتوها بوقتها،
رئيس الحكومة، وزير المال، حاكم مصرف لبنان، ورئيس مجلس نواب. شو له علاقة؟ هذه عند السلطة التنفيذية، عند الحكومة. بس هذه الصيغة اللي لقوها مناسبة صندوق النقد، إنه طيب إذا ما في دولة راكبة بهذا البلد خلينا ناخذ ضمانات من لا ما أكلوا ضروبة، ما قانون الكابيتال كنترول اللي عم نحكي فيه، راحوا بشهر 12 لعند صندوق النقد، بعت لهم صندوق النقد ملاحظات، وقامت الحكومة حطت الملاحظات، بتعرف مؤسساتنا أنا، قامت الحكومة بعتت لمجلس النواب، مجلس النواب ما رفض. شلون صعاطل؟ بقى هونيك عم يفهموا علينا إنه هاي التركيبات ما خي، ما أنتم هون زيتون هون وهون، شو هيدي؟ بدنا توقيع الثلاثة. كيف هلأ بترسيم الحدود؟ بدنا الرؤسة ثلاثة. تشوف إنه النظام اللبناني غير المكتوب على الدستور على الورقة والقلم. طيب هيدا بوقتها بعتولن إيه؟ إنه بعتولن لها خي، بدكن نقبل، بدكن نقلع نمشي، بعتولن لها. بس هيدا يعني ما بعتوها. هذا ملاحظة تانية، ليش ما بعتت؟ طالما آخر نهار إنك بكتبعتها. تقرى قرار مجلس وزراء على سبيل إنه مش خطة، هي استراتيجية نهوض. هاي مفروض ترسل لصندوق النقد. لانه ما صار في توافق عليها على ما يبدو. عم نقدر وبلشنا نشوف كان في ناس معه وكان في ناس ضد. تقدير رئيس الحكومه اخر النهار انه يبعتها بهالطريقه، انا برايي هون عم حلي، لانه واحد رايح على تصريف اعمال بقر استراتيجيه نهوض انه كنت عاملها قبل، خصوصا انه مرسل لك قبل، هي تيربط معهم لصندوق النقد ويبقى هو الحصان الاساسي، خصوصا انه قنواته الفرنسويه شغاله تمام، ربط على هيدي القصة. طيب هلأ سمي وهلأ عم بيعدل عليها. فبيجي مجلس النواب، فبيجي رئيس الحكومة بيطلع لنا خبرية تناقض منطق الورقة. ورقة هيدي استراتيجية نهوض ما فيها كلمة صندوق لا سيادة ولا تعافي ولا تجليط. الخسائر تتصفى مش على حساب المجتمع، تيبقى في قدرة الاقتصاد ينمى تقدروا تردون للدين اللي بنعطيكم اياه. ومنحط تراتبية بمين المسؤول قانونا، مش من حلل انه الدولة وشو عملت ومين صرفهم وكذا. انتو في فرق بين المودع والمستثمر، صاحب البنك هذا اللي بيوظف مصرياتك مش كأنه هي وديعة، يعني ما بيتوظف انا حاط الف دولار بياخد الف بحطها بمحل، بيستثمر مصرياته لا بيقسمه انا على الربح ولا شيء. وتتصير خسارة مفروض يحمل مسؤولية المساهم. حاطين تراتبية تبدأ بمساهمي المصارف وبتلحقهم إذا حاطين ودائع لهم ببنوكتهم بتنشطب، وإذا مدينين البنك يشطب. أف أنا نجيب مئات يعمل انقلاب ثورة على نفسه يعني. هلأ بيجي على اجتماع لجنة مال الموازنة معه خبرية إنه بنعمل صندوق تعافي، غير اسمه هلأ بطل سيادة. هذا التعافي شو قصته؟ ما منه موجود، اللي هو فعليا بيع سمك بالبحر. بس هيدا بشنقل لك على شيء مش موجود. وكيف فيك تعرف انه هيدا دجلة يعني غير قابل للتطبيق؟ خلينا نسميه شو هو صندوق التعافي؟ قال بدنا نعمل صندوق تنرد مصريات للمودعين، ما بدنا اصول الدولة، ما بدنا ندق بشي، كيف بدنا نحط فيه مصريات؟ هذا اجى قال لهم اول خبرية ايام مستقبلية للغاز نحطها فيها حيا وفرج، الا اذا ما نبلش نبيع غاز ما بنعرف اذا موجود ولا لا، يعني بابخس الاسمان اذا حدا بده يشتري هيك شغلة رهان. هاي أول شغلة. تاني شغلة الفوائد الأولية اللي بتتحقق بالموازنة فوق 2%. نحن هم فائد أول شو يعني؟ يعني الموازنة بلا خدمة الدين، بلا سندات الخزينة يربون، اعتبرها ما أنا موجود، ما بدي أدفع شيء أنا. أنا نفقاتي على الدولة على الاستثمارات بدي أعملها، أما المعاشات هولي والجباية هولي لحالهم شو؟ قال إذا صار عنا فائد أولي فوق 2 أم 3%، هذا الفائد نحطه بالصندوق. هيدا الطرق بس هون، لانه هلا ما فيك الا ما تربطهم مع بعض. من حوالي اسبوعين قبل ما يبلش، قبل ما يطلع هيدا الحل الابداعي اللي تم ذكره بهذا النقاش، بيطلع خبر فجاه وبصير جزء من يعني نقاشاتنا انه الميزانيه اللبنانيه لاول مره تحقق فائضا بقيمه 984 مليون دولار. طبعا مش مخبرين حدا، المهاجرين رجعوا، مش مخبرين حدا انه هيدا الفائض الرقمي هو على ال 1005، فبتحسبه على يعني اسعار صار بيطلع عندك فائض 50 مليون دولار. وفجأة بتلاقي بالاجتماع اللي تلا انه ما نحن قلنا لكم حققنا فائض، رح نستخدم هذا الفائض لنرد الجزء. ما هو اول شيء اكيد ما في فوائد يعني طبعا، كيف الا اذا الدولة مقررة ما تصرف شيء على شيء، يعني ما في اقتصاد تماما. طيب وصفر نفقات استثمارية، رح افترض في فوائد، هو بالليرة اللبنانية نحن بنسكر بالدولار، نرجع نفس القصة. وثالث شغلة، بعد في شغلتين حطتهم كمان لصندوق التعافي. أول شيء المصارف كمان بتحط شوي،
بس للعلم يعني تنكون بالجو، المصارف عندهم شي 2-3 مليار دولار عم نحكي حاطينهم برا، وهو قدامهم في التزامات مصارف مفلسه. يعني نحن ما بنعترف بالموضوع بس مش لازم نصدقه يعني. هي مفلسه ما معها شيء. وتاني شغله قال من احتياطي مصرف لبنان بحط شوي، بتعرف على كثرته الاحتياطي عم تبحبح انت توزعهم. كل واحد يجي يعني يساعدنا بشويه. ما هو زيته ما هلا اساسا هال 400 دولار بالتعميم اللي عامله بتاخذ 400 وبتاخذ 400 باللبناني. هن من وين جايين؟ من مصرف لبنان. بقى هاي الصندوق التعافي كله خبريه غير قابله للتطبيق، بس دحشنا خبريه تنترك قصه اموال المودعين، يعني ما بنصفي الخسائر لان في اموال المودعين بدنا نسكرهم. فنصير الصندوق بحد ذاته النية من وراء ما صفي الخسائر بالشكل اللي لازم تتصفى فيه، وبالتالي حتى المصارف نفسها باعتبار في حدا اجا ضمن هيدا الدين. وفينا نسأل سؤال انه ماذا لو بغض النظر عن كل شيء عم بينقال انه ما تلاقى هالقد غاز مثل ما عم بيقولوا؟ طبعا مش عم شكك انه في وجود غاز، بس انه بغض النظر عن اخر شيء بده 7 سنين اذا اليوم بلشنا. بس لا قانونا حتى خلص انت لزمت الدين لحدا، يعني حتى لو ما تلاقى بالكميات اللي لازم يتلاقى فيها، في حدا لازم يروح يفتش على مطرح تاني لرجع، باعتبار صار قانونا ملزم بانه يضمن هيدا الدين، وبالتالي المصارف نحن في حدا ضمانهم لهول المصريات، روحوا شوفوا معكم. طيب مؤخرا مع هيدا المسلسل اللي بلش تتوضح مع عالم ومن مع هذه الخطة ومين بده يعدلها، صرنا نشوف هيك مواقف جديدة تختلف أو يمكن لا تختلف عن ما كان يصرح به سابقا. كان نجمة النائب المنتخب نائب المحامين السابق ملح مخلف بكتاب شديد يعني قاسي اللهجة البعض اعتبروا يدين فيها نائب رئيس الحكومة على الخطة اللي تم التوصل لها، بيشبه إلى حد ما يعني البيان اللي طلعته جمعية المصارف على خطة حسان دياب لو دعت نواب الأمي إلى محاكمة من وضع هذه الخطة. تفاجأت بهذا البيان ولا متوقع ولا واحد بده يأسف يقول إنه متوقع؟ مش عم بحكي عن 13، عم بحكي عن شخص النائب ملحم خلف تحديدا. بس كان في حذر انه بركي يعني بيضل في عندك انه ما بتعرفه. هلا انا اشكاليتي مع هالنموذج من التجارب السياسيه عبرت عنها بترشح للانتخابات مع الفريق اللي ترشحت معه. اعلنت ليش؟ قبل الانتخابات بده يكون في مشروع سياسي تعرف شو يعني تغييري. يعني تغييري غير تفيه بما كان يسمي حاله تغييري. شو يعني؟ يعني إذا أنت بكرة دخلت شو بك تعمل؟ شو موقفك التفصيلي من قضايا أساسية؟ هذا ما توافر قبل الانتخابات. طال قليلي مش عند الجميع عم نحكي. طيب بتقول إنه أوكي بركي النوايا حسني هلأ دخلوا على المجلس خليهم يكونوا حالهم سياسيا. يمكن عم بيصير مجهود عند بقية النواب يعملوا هيك شيء. بس وقت يطلع هيك كلام كمان من حدا محامي. طيب ونائب محامي مش بس محامي. طيب شو يعني نائب المحامين بيطلع بحجة القدسية الودائع؟ علي حسن خليل قايلها كمان. ايه علي حسن خليل وابراهيم كنعان وقلي الفرزلي، ما فيش حدا مش قايلها هيدي من هيدا هيداك الجو. بيجي حدا بهيك خبرية وبيهاجم نائب رئيس الحكومة. انتبه. طيب انت نائب، انت في حكومة مقابلك، الحكومة اخذت قرار، انت يا بتهاجم الحكومة على قرارة يا بتهاجم رئيس الحكومة بانه هو ممثل الحكومة. ليش اختيار مهاجمة نائب رئيس الحكومة؟ يعني هو الوضع التقني لهذه الخطة ولا لا؟ لان هلا الضغط عم بيصير على موضوع نجيب مئات بمال وسعاد الشام بمال تاني. بقى انا بصير مشبوه لقلي التوقيت حتى. شو مفوتك على هالدق لتقوص على احد طرفي النزاع بحكومة انت مفروض مخصمها كلها؟ وليش اخترت سعاد الشام مش نجيب مئاتي؟ ليش ما اخترت الحكومة كحكومة؟ هي أقرت شو هي خطة سعاد الشامي. يعني بنرجع وقتها إنه خطة المستشارين على أساس هي لازار أما وقتها عم نحكي عن ديفاني أما هنري شاول، هن عملوا الخطة وفرضوها على بري وجنبلاط وعون وحزب الله. إنه هالقد قوية هون يخي، هو قدموا خطة إيش الحكومة أقرتها، بطلت لا مستشارين ولا سعاد الشامي ولا شيء، هاي خطة الحكومة. في كتير ملاحظات بتنحط على هذه الخطة، بس هيدا أحد مؤشراته اللي بيّن من ملحم خلف. بتعتبر أنه يعني في تكرار لهذا السيناريو وحصرة بهذا، يعني رح يصير مستهدف نائب رئيس الحكومة لكي يتنازل ويقولوا عملوا اللي بدكن إياه؟ أنا لا شك وحكيتها كمان قبل الانتخابات أنه في تيار
مقرب من المصالح المالية بالبلد عم بيتجه نحو انه بلا صندوق النقد كله سوا. مستشار رئيس الحكومة نقول نحاس قال بفترة نسف حكومة حسان دياب يمكن نحن مش بحاجة للصندوق. تماما. ليش؟ عم بيخفف خسائر. لأن وقتها هن يتيقنوا انه صندوق النقد بده يجي معه سرية مصرفية رفعة وبيل ان قد تكشف من يحمل الودائع الكبرى بهالمصارف اللي معقول يجوا من العراق لليبيا وتبين جرائم سياسية قد تكون عم بقول يمكن لا يمكن يطلعوا كلهم أوادي مصناعيين اشتغلوا عملوا مصريات كذا بصير في عندك انت تقول خيب بلا هالثلاثة مليار من أساسها وبلا ما يفتح نافذة على الاقتراض هيدي بتطير روس هون بقى بتصير تلف وتدور لأنه انت ما عندك أفق سياسي فجأة بتقول أنا ما بدي صندوق النقد لا تنطر لحظة سياسية ترفض من خلال صندوق النقد في إعداد لهذا الشيء لأنه صندوق النقد اجت الحكومة تبع نجيب ميقاتي عملتنا خبرية انه عملنا انجاز انه عملنا اتفاق على صعيد مستوى موظفين طيب تقرأ لهذا الاتفاق هاي نفس الخبر اللي عم يخبرنا يا صندوق النقد من سنتين ونص بتعامله هو بيصير في اتفاق طيب بعدنا عم نحكي بنفس الخبرية ما عندي شك انه هذا التيار شغال وعم يعمل ضغطه مثل ما عمل ضغطه من سنتين ونص بس انه المفاجئ انه بيجينا ملحم خلف بده يكون راس حربة بهذاك الفريق وهو إذا له شرعية شعبية أتوقع أنه تغييري عشو بواقع أزمة جزء من هالتغيير هني أنه يكون في نظام سياسي محكوم من قبل مصالح مالية مستعدة تذبح مجتمع بأمه وأبوه لما توزع خسائر ويصير عنا مصارف جديدة بحجة قدسية الوضع وفوق الدكة كمان بهذا لأن واحد يستغرب شديد الاستغراب يعني نايب بالمجلس النيابي كان محامي ونائب محامين سابق بيهدد نائب رئيس حكومة بماجنيتسكي أكت بأمريكا واللي هو خاصه بحقوق الإنسان وفساد ومدري شو على خيار سياسي بتعمل حكومة ولا حق تاخده ولا حق ما تاخده يعني أنا قديش ضد مشروع المصارف وهو أنا برأيي لحمايتهم على حساب المجتمع وبعتبر جزء أساسي منه قرطة نصابين وكذا إيه بعتبر إذا بعتوا خطة للحكومة بهاي بحبسهم بقانون ماجنيتسكي أكت يعني شو عم بيصير هذا ما تلقته غسان غصن رئيس الاتحاد العمال العام راح هدد وزير عمل بمقاضاة وبمنظمة العمل الدولية على قرار كان بده يتاخد ليفيد العمال حد أدنى أجور حد أدنى للأجور بقى هون بتزيد علي بعد شغلي انه هيدا كمان اللي ليش قلت لك انه ما كتير بتفاجأ بس كان عندي حذر اما مش راضي اقبل فكرة انه ملحم خلف رح يعمل هاي لانه تجربة ملحم خلف بنقابة المحامين أدت بوقتها أنه ما يعمل معركة على الصندوق وأموال المحامين المحطوطة لدى المصارف اللي كان عم يقبضها عم بحط ميزانياته على 1500 بوقت كان سعر الصرف طاير هو عنده دولارات مفروض جوا لا تمثل ولا قالوا أنه ما تمثل جسم النقابة هاي كانت الفرصة أنه أنت منتخب لأنك تغييري بوقتها أنه بتاخد كل نقابة محامين معك بمعركة على هالمصارف أنتوا عم تسرقوا مصريات عشرات ألوف الناس بصندوق ادخاري هيدا لتقاعدهم ولصحتهم مش برضى بالهيركات ولا انت صوت بالنظام اذا بترضى تاخد على 1005 كنقابة بعدين 3008 زبطوا لنا اياها شو الفرق بينك وبين ابراهيم كنعان وقلي الفرزنة يعني ما هني رضيوا بهالخسارة وصار يقولوا لرياض سلامة عللنا اياها شوي كرمال نقدر نسوق كرمال الناس طيب سؤال اخير يعني بس بدي اسالك من بعد هذا الفرز اللي صار واضح جدا مثل ما قال في تيارات عديده يعني تناصر الخطه وخلص في عالم عم تنقض عليه وبلش يبينوا رموزها او يعني من سيحمل اللواء بالوقت اللي كان فيه لها نجوم وابطال في سؤال مرتبط بانه وهذا الشيء شدني حتى بفتره حكومه حسان دياب انه اول ما طلعت الخطه كان في هجوم كثير كبير عليها ثم تبين فيما بعد انه بمطرح معين كان يجب الدفاع عنها واحتوائها بهيدي اللحظه عم يعني بحكي انا الموقف السياسي وحتى الموقف الاعلام الصحافي انه هناك شخص على الاقل لحديت هلا بهذه الحكومه لا يزال مرتبط بهذه الخطه اللي هو نائب رئيس الحكومه قديش واجب او ممكن حتى عم صرنا بنقاش اخلاقي حول يعني العمل الصحفي انه اخر شيء انت يعني جهه رقابيه على سلطه بس انه هذا الشيء اللي عم بيصير رح يطالنا كلنا بما فينا نحن كصحفيين ومواطنين بهذا البلد بصير يعني الدفاع عن هذا الشخص بما يمثله ضروره او مش ضروره دفاع عن ما اقر بحسب معطى قانوني حامله نائب رئيس المجلس هلا حملوه قبله غيره بوقتها
انا يعني من من سخريه القدر، انا من اول ما تالفت حكومه حسان دياب طلعت هون كنت بالتي في يوميات ثوره بوقتها وقلت انا ضد هالحكومه قبل ما تعمل بيان الوزاري حتى، لانه انا مع حكومه عندها صلاحيات استثنائيه بالتشريع لتقدر تكون محميه من الضغوطات السياسيه ولو بالامور اليوميه. بعرف اخر شيء فيها شيء عنا الثقه، بس انا ما بدي اكون تحت رقبه مجلس نواب بكل شغله وقوى سياسيه قاعده جوات الحكومه. انت ما انت ضد الخط الفكره انه يجي حدا ثانيا ما عنده مشروع، ما عنده مشروع بعرفه شو مين هو مين بيكون. طيب اجت تيقنت من بعد ما اجت لما تقرا البيان الوزاري بوقتها عادي بنخفف النفقات بنزيد الواردات بيمشي الحال، اكتشفوا انه ما في شيء بالبلد خلصنا، راحوا على السريع عملوا مع لازار هيدي الخطه. طيب انا كنت ضد هالحكومه، وحتى الخطه ببعض جوانبها انا مثلا مع خطه اقتصاديه بتسبق خطه ماليه، طيب هيدي تخدم هيديك، بس وقت تشوف هيدا الواقع وهيدا الصراع اكيد انا بدي وزع خسائر اليوم. ف بطلع انا صحافي دافع عن خطه، طيب مين بالحكومه بوقتها دافع عن خطه؟ حكومه حسان دياب ما حدا. في بعض الوزراء وزروا لنصفة لا لغايه الدفاع بقضايا الماليه، مع واحد مثل دميانوس قطار مثلا سمعت صوته بوقتها وين كان؟ حكومه اقرت خطه ماليه اقتصاديه، هو يدعي انه هون محل عمله، حطوه بوزاره البيئه لا تزبط، وزارة المال للشيعة على انت عارف. اوكي فات اقروا خطة بلشوا يهجموها شمال يمين ما حدا حكم، ما بيطلع حتى اللي يعتبر وزارتك لهالقصة. انا في يمكن وزيرة العدل بس ماري كلود نجم، ماري كلود نجم بعدين وقتها انا كنت كمان هون بالتلفزيون كنا عم نطلب من هول المستشارين من الان بفاني لهاري شاول لغيره متعطل عن المقابلات، كانوا بوقتها بعضهم بالادارة وكذا يمنعوا من قبل مرؤوسين اللي هن الوزراء وزير المال. طيب اليوم في خطة بتحبها ما بتحبها منيحة عاطلة، وين الوزراء؟ فهو أيضا يعني في مسؤولية، يعني وقت يجي نجيب ميقاتي معه أرنب بجيبته صندوق تعافي وكذا لازم يطلع الوزراء، خي نحن مصوتين عشي رئيس الحكومة ما عنده الصلاحية يعدل بقرارات مجلس وزراء، لأنه يعني هذا قرار ما اتخذه رئيس مجلس الوزراء، أنت موقعك الصحافي أقل شيء. وهيدي على فكرة تراتبية توزيع الخسائر بقانون النقد والتسليف، وقت المصرف يفلس الزمة المالية تبع المساهمين بالمصرف تدخل بزمة المالية تبع المصرف الرأس مال. روحوا طبقوا القانون، تمام طبق القانون وكذا من سين طلعوا. يعني إلى حين أن يتكشف هذا السيناريو كيف بدون يعني الأرانب الكتير اللي بلشوا يمهدوا، ما فيك ما تعمل شيء، هذه الخطة الأساسية عبي الوقت بإشكاليات نسمع صندوق النقد وكذا، نحن ناطرين آخرتها الحل الإقليمي بكرة. يعني أنت تحول الله خطة إلى خطة بتصير هي خطة. الصحافي جاد غصن شكرا على هذه المعلومات وعلى هذه الحلقة، والشكر موصول إليكم مشاهدينا ونلتقي في حلقة مقبلة.